فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب إلى صحيح البخاري، ما زلنا مع كتاب الحج. الله يرزقنا وإياكم الحج يا رب العالمين. يقول وباب قول الله تعالى، أنا بصرح كثير في الصلاة أعمل إيه، كثرة الذكر والاستغفار وحسن التوضؤ والطهارة تصل بالمرء إلى تدبر ما يقرأ. أدراك محمد صديق، أحسن الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شبهات سحر النبي صلى الله عليه وسلم ومعصومه. طبعا الوقت لا يسمح، يبقى بعد الدرس ان شاء الله، يعني بعد درس البخاري نتكلم عن السحر ونبينه. واياكم، جزاكم الله خيرا. بما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في صلاتي، هل ما افعله في تقصيري في صلاتي في هذه الايام وانا عند والدتي؟ لعلمكم استاذ، المسافه بيني وبينها اكثر من 80 كيلو. نعم، لك القصر، لك القصر ولك الجمع ايضا، لك قصر الصلاة ولك جمع الصلاة. ونسأل الله أن يشفي الوالدة شفاء تاما غير منقوص، وأن يطمئنك عليها، ونسأل الله جل وعلا أن يطمئنكم جميعا عليها، وأن يجعل يعني مرضها في ميزان حسناتها، ويجعلكم من أبر الناس بها، فهذه من أفضل الطاعات وأقرب القربات وأحسن الصلات. كتاب الحج من صحيح البخاري، باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. هذه مهمة جدا، من هم حاضروا المسجد الحرام؟ هذه مسألة. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضى، وإليكم أحسن الله. وابن عباس ومن العبدين الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو كما قلنا صحابي ابن صحابي ترجمان القرآن. سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قال طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء يعني الحل كله، وأتينا النساء ولبسنا الثياب. قال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذه مسألة أخرى، ما هو الرجوع المقصود هنا في الكتاب؟ قال إلى أمصاركم، يعني إذا رجعتم إلى أمصاركم. في الطريق الشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، يعني في سفرة واحدة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. الهدي هي الإبل التي أهداها الحاج إلى البيت الحرام، والهدي أيضا يكون واجبا إذا تمتع بالعمرة إلى الحج، أو أتى بعمرة وحج معا قارنا، لأنه لما الله جل في علاه قد رزقه نسكين معا أدى الهدي شكرانا لله جل في علاه. أشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.
رضي الله عنك يا باشمهندس السني، أحسن الله عليك وأحسن الله عليكم جميعا. طب هنا عندنا مسائل كثيرة في هذا الباب في قوله تعالى ذلك لم يكن أهل حاضري المسجد الحرام. طبعا تعلمون أن أصلها حاضرين وأن النون سقطت بالإضافة، ولا أيضا سقطت وصلا لسكونها لالتقاء الساكنين عربية لا يكون. ثم قال الإمام البخاري وذكر حديث أبو بكر فضيل بن حسين البصري الثقة الثبت الأمين في حديث ابن عباس رضي الله عنه. هذا الحديث هو من أفراد البخاري، هذه لطائف الإسنادية الحديث، هذا الحديث من أفراد الإمام البخاري. وقد وصل الإسماعيل أيضا فقال حدثنا القاسم بن زكريا المطرد، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو كامل فضيل، نعم يبقى بينه وبينه شيخان. حدثنا أبو معشر البراء، حدثنا عثمان بن سعيد عن إكرمة بالحديث عن ابن عباس رضي الله عنه الحديث، وقال هكذا قال القاسم وعثمان بن سعيد، وكذا رواه أبو نعيم الحافظ عن أبي أحمد حدثنا القاسم المطرز به، وقال ذكر البخاري بلا رواية عن أبي كامل، وقال أبو كامل عثمان بن غياث، وقال المطرز بن سعيد، قال أبو مسعود الدمشقي هذا حديث غريب. عليكم السلام وبركاته. وقال ولم أره عند أحد إلا عند مسلم بن حجاج، ومسلم لم يذكره في صحيحه من أجل عكرمة، وعندي أن البخاري أخذه عن مسلم. ويجوز أن يكون البخاري ويجوز أن يكون البخاري أخذه عن أبي كامل بغير واسطة، فإنه غالبا يستعمل مثل ذلك فيما أخذه عرضا أو مناولة، وهما صحيحان عند جماعة يجب العمل بهما. هذا العرض أو القراءة على الشيخ هي طريقة التحمل، نعم الشيخ يسمعهم يقرؤون. هو في قوله وقال أبو كامل هذا يكون تعليقا، احنا قلنا هو أصلا شيخ أبو كامل فضيل، هو أيضا شيخه المباشر، هو شيخه المباشر، فيكون قال هناك ما قال. كان الدكتور مصفر يقول لي هذا ما يقال عند البخاري إلا بالمذاكرة، عند المذاكرة يكون قال، يعني لم يهيئ نفسه إلى مجلس التحديث حتى يحدث، لكن عند المذاكرة بينه وبين طلبة العلم يقول قال. ده سيما الحديث أصلا وصله الإسماعيلي، هذه اللطيفة الإسنادية التي في الحديث، هذه اللطيفة الإسنادية التي في الحديث. اللهم أمين رضي الله عنك يا طالبة العلم. وقوله فلما قدمنا مكة قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، وهذه معناها كما قلنا أنه جعل من أحرم بالحج مفردا أو أحرم بالحج قارنا ولم يسق الهدي جعله وجوبا أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصر رأسه ثم يحل الحل كله، يعني حتى النساء، نعم. وقال موسى الأشعري الحل كله، قال الحل كله، الحل كله. واختلف العلماء في حاضر المسجد الحرام من هم على أقوال، فذهب طاووس ومجاهد لأنهم أهل الحرم، كل الحرم، طبعا الحرم هنا كل الحرم، فسيدخل في ذلك مكة ومنا، فهذا أيضا حاضر المسجد الحرم، يعني كل الحرم هو من حاضر المسجد الحرم، وهذا قول مجاهد أيضا. وبه قال داود الظاهري، وذهب طائفة لأنهم أهل مكة بعينها، يعني دون منا وغيرها أهل مكة بعينها، وجاء ذلك عن نافع مولى بن عمر وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهذا تبناه مالك بأنهم هم أهل مكة وذي طوى وشبهها، وأما أهل منن وعرفان مناهل مثل قديد وعسفان ومر الظهران فعليهم الدم، عليهم الدم هنا يعني أنه إذا تمتع فعليه دم، أهل مكة ليس عليهم دم. وهل عليهم متعة؟ هذا خلاف أيضا لبعض العلماء، من ابن عباس يرى أن أهل مكة لا متعة له، وذهب أبو حنيفة إلى أنهم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة، وقال مكحول من كان منزلة دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، يعني أقل ميقات الأقل منه يكون من حاضري المسجد الحرام. وروي هذا عن ربي، قال شفعي بالعراق، وقال شفعي وأحمد من كان من الحرم على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة فهو من حاضري المسجد الحرام، وعند الشفعي ومالك وأحمد وداود أن المكي لا يكره له التمتع ولا القران، فإن تمتع لم يلزمه دم. هنا أمران، الأمر الأول أن الشافعي والحنابلة يرون أن من كان دون مسافة القصر فهو من حاضري المسجد الحرام، من كان دون مسافة القصر ولم يكن من أهل المواقيت فهو من حاضري أهل المسجد الحرام، وإن كان قول الإمام مالك هم أهل مكة هو الأرجح والأظهر
دليلا. واتفق المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المكي له التمتع. المكي طبعا عباس قال لا متعة له، وقال به الأحناف المكي له التمتع، وإن تمتع فلا دم عليه، لأنهم يرون أن الدم أنه أحرم من غير الميقات، لأنه بيدخل بعمرة من الميقات لا يدخل إلا حراما. فإذا دخل من الميقات فإنه في اليوم الثامن عندما يهل بالحج، يهل بالحج من مكة، من مكة في اليوم الثامن كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عليهم الدم، والدم هم يرونه دم جبران لأنه أحرم من غير ميقاته، أحرم من مكة، يعني يتأثر عليه ذلك. فقال إن كان مكي، إن كان من حاضر المسجد الحرام له المتعة وله القران، لكن ليس عليه دم. وقال أبو حنيفة يكره المتعة من حاضر المسجد الحرام، فإن خالف عليه دم جبرا، وهو في حق الآفقي هو مستحب ويلزمه الدم شكرا، يعني يستحب المتعة والدم دم شكران لا جبران، لأنه أدى نسكين في سفرة واحدة. أما بالنسبة لأهل مكة حاضر المسجد الحرام سيكون الدم جبران عند الحنفية، وإن كان قول الجمهور هو الأفضل وليس عليه هدي. قال الدودي قول ابن عباس وإباحته للناس غير أهل مكة أولى بظاهر الآية. قال ابن عمر حسن وطاووس ليس لأهل مكة تمتع، حكاه ابن المنذر. ابن عباس وابن عمر يقول ليس لأهل مكة تمتع، وهذا قول ابن عبد الله بن زبير أيضا. ووجه قول أبي حنيفة أنهم كأهل مكة في عدم وجوب الإحرام عليهم. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد بلغه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة حلالا، يعني دخل مكة حلالا. هذا يؤخذ منه أن ابن عمر يرى أن مكة قد يدخلها المرء حلالا إن دخل لحاجة، ما دخل للنسك، لكنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إذا أراد الحج والعمرة إلا حراما، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فجعل الأمر منوطا بإرادة الحج والعمرة، فلا يدخل أبدا إلا محرم. الشكران هو الشكر عن النسكين، والجبران هو أنه أحرم من غير المكان. وقد جاء عن عطاء أنه لا يدخل مكة سواء أراد النسك أو لا، لا يدخل مكة إلا محرم، هذا تجديد صراحة بعيد عن قول الجمهور. وقال ابن عباس لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم، فلا يدخله إلا حراما، يعني يدخل بنسك، وإن خرج قريبا من مكة. يعني ابن عباس هنا يمنع الناس جميعا من دخول مكة بغير إحرام، وهو قول عطاء أيضا في هذا. فدل هذا أن من كان من غير أهل مكة فهو عنده مخالف لحكم أهل مكة، ولأن الله قال إن الله حرم مكة، وهذا يقوي ما قاله الإمام مالك، لأن مالك قال هم أهل مكة لا أهل الحرم، ومالك هم أسعد الناس بالأقوال. وأما التمتع فقال ابن عباس قال عندما قال لرجل اجلس نعطيك من العطاء، يعني قال إن الله أنزله في كتابه في التمتع بالعمرة إلى الحج، إن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة، فإن مذهبه مذهب ابن عباس أن أهل مكة لا متعة لهم، وهذا قول عبد الله بن الزبير أيضا، وإن كان الأئمة الثلاثة يقولون لهم المتعة ولهم القران لكن ليس عليهم دم. ومعنى قوله تعالى فما استيسر من الهدي، وهو الحكم الذي به تتم الفائدة والفوائد، إنما هي في الأحكام المعلقة على فعل العباد لا على أسمائهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس على الاستثناء، يعني معناه فإنه لم يسجد، فلم تكن فائدة في الاستثناء راجعة إلا نفي السجود الذي به يتم الكلام. يبقى الفائدة هنا يعني الحكم الذي به تتم الفائدة، نعم، فما استيسر من الهدي، يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فعليه الهدي الذي تيسر له الهدي شكرا لله على النسكين. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالهدي هنا يكون كما قلنا الدم هنا دم شكران لا دم جبران. طيب فمن لم يجد الهدي عليه الهدي، فمن لم يجد الهدي جعل الله البديل، وهذه فيها دلالة على هذا الشريعة الغراء أنها ما أغلقت بابا إلا فتحت بديلا. قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، يبقى ثلاثة في الحج وثلاثة في الحج، قد قال رخص فيهما أو فيها عائشة وأيضا ابن عمر في أيام التشريق، وإن كان
علماء يقولون يبدأ الصوم في عندما يشرع في الحج، يعني في اليوم الثامن يصومه، فيصوم أيام الحج ثلاثا، وإذا رجع لبلده يصوم سبعة، واختلف العلماء في الرجوع. في قول الله تعالى وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى أمصاركم وأنتم في الطريق، يعني إذا كنتم في الطريق يصح ذلك، فيكون الثلاثة في الحج كما بينا في أيام التشريق أو عندما يشرع الحج، والسبعة إذا رجع، الصحيح الرجوع إلى أهله أو رجوع إلى مصر الذي هو منه حتى في الطريق. نعم حتى في الطريق. وقيل يعني من منى إلى مكة، وربيع الفراغ من أعمال الحج، هذا معنى وسبعة إذا رجعتم يعني فرغتم من الحج، والثلاثة تكون في الحج، فيستحب الإحرام بالحج في السادس لتقع الثلاثة في الحج، والثامن الأولى للحج عدم الأولى في الثامن يوم الثامن التروية الأولى للحج عدم صومه، لكن لو صامه صح عنه، لو صامه صح عنه يا رب أمين. واستحب مالك وأبو حنيفة الهلال من المسجد لهلال ذي الحجة، وعند أبي حنيفة الأفضل أن يصوم السابع والثامن والتاسع، يعني الأفضل عند أبي حنيفة أن يصوم السابع والثامن والتاسع، لكن لابد أن يكون قد أحرم بالحج. رجاء أن يقدر على الهدي الذي هو الأصل، عنده إن صام السبعة من مكة بعد فراغ من الحج جاز إذا مضت أيام التشريق، لأنه عنده إذا رجعتم يعني إذا فرغتم من الحج، والصحيح إذا رجعتم على ظاهرها يعني رجعتم إلى أهليكم، فلكم صيام تشرعون في صيام السبعة. وتجويز الصوم في أيام التشريق من قول ابن عمر وقول عائشة رضي الله عن جميع، والأوزاعي والزهري والشافعي في القديم، ولكن الجديد منع من الصوم، والمنع هو الأقرب إلى الصواب. والثلاثة يمكن أن يصوم ثلاثة أيام في مكة، المهم أن يكون شرع في الحج فله أن يصوم ثلاثة أيام، والسبعة أيام في الطريق، وهذا معناه أنه يأتي بعشرة أيام، أنه يأتي بعشرة أيام صياما مكان الهدي إن لم يملك الهدي، يعني يملك مال الهدي، فإن ملك وجب عليه الهدي لعموم قول الله تعالى فما استيسر من هدي، وهذا خبر يراد به الإنشاء، يعني اذبحوا هديا. نعم. الفوائد المستنبطة: البخاري لا يقول عن شيخ من شيوخه قال إلا في المذاكرة، فلا يكون تعليقا بل هو وصل، لكن في المذاكرة لا في مجلس التحديث. تعظيم مكة فلا يدخلها محرم قط إلا وقد أحرم بالحج أو العمرة، إلا إذا كان كثير الدخول لحاجة، فالخلاف أيضا واضح، ابن عباس يرى أنه لا بد أيضا أن يدخل محرما، إن الشرع إذا أغلق بابا فتح آخر، فإنه إن لم يستطع أن يهدي فإن عليه إن لم يهدي أن يصوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع. رضي الله عنكم جميعا، أحسن الله عليكم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.